السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن أغرب نوع حليب وأفضل نوع حليب. نعم، أغرب نوع حليب هو حليب الحمير، وأفضل نوع حليب هو حليب الإبل. فبالنسبة لحليب الحمير، تابعت اليوتيوب وتابعت بعض الصحف الإلكترونية، ووجدت أن بعض الدول مثل الهند وبوليفيا وتشيلي، هذه الدول بتشرب لبن الحمير. وهناك معتقدات شعبية بأن لحم الحمير بيفيد في بعض الحالات، بيشفي لبعض الأمراض. ولكن ما رأي الشرع؟ نجد أن الشيخ الراحل محمد العثيمين، وهو من علماء المملكة العربية السعودية، تحدث عن هذه الجزئية ويقول إن بعد غزوة خيبر حرمت لحوم الحمير، حرم الله عز وجل أكل لحوم الحمير. ولا ننسى أن في القرآن الكريم هناك آية قرآنية تقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها، الخيل والبغال والحمير لتركبوها، تمام؟ فرب العباد لم يذكر لتأكلوها، ولكن للركوب الحمير، الإنسان يستخدمها في كوسيلة ركوب. ونجد إن من يقول إن لبن الحمير له فوائد في الشفاء، يرد الشيخ مصطفى العدوي عليه، وهو من كبار علماء الأزهر في مصر، يقول حالة واحدة شرب لبن الحمير من أجل الشفاء، إذا كنت معرض للموت والهلاك في هذه الحالة ولم تجد غير هذا الحليب اشربه، طالما معرض للموت والهلاك ولا يوجد يعني أي علاج. ولكن في هذا الزمان الحمد لله العلاجات متوفرة كثيرا، فلابد من الالتزام والابتعاد عن ما حرم الله، ونبتعد عن شرب لبن الحمير. الآن ننتقل إلى نوع من أنواع الحليب، نوع من أنواع الحليب المفيد. ما هذا الحليب؟ هو حليب الإبل. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي الناس بشرب هذا الحليب. ونجد أن منظمة الغذاء والتغذية، وهي الفاو، وهي منظمة عالمية، تقول أن هناك فوائد عديدة للبن الإبل. فلبن الإبل فيتامين سي فيه يعتبر 3 أضعاف الأنواع الأخرى من الحليب. ونجده أيضا يقوي العظام. ونجد أن العالم الإسلامي القديم ابن القيم تحدث عن فوائد لبن الإبل. نعم، تحدث عن فوائد لبن الإبل في كتابه زاد المعاد، ويقول إن لبن الإبل
يعتبر غذاء متكامل، فمن الممكن أن تستغني عن الطعام والشراب. وهكذا ننتهي من موضوع أغرب حليب وأفضل حليب. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.